اهلا بكم يا اصدقائي الاعزاء، معنا موسى الجميل من نماذج التحدي الاقوى. صديقتنا الجميله لديها بدر في الساقين بسبب حادث تعرضت لي. فقدت صديقتنا الجميله ساقيها تحت عجلات القطار، فقدت ساقيها ولكنها لم تفقد الاراده او العزيمه. على اطراف صناعيه صديقتنا الجميله بتعيش حياتها، بتبدا يومها كل نشاط وإصرار على تحدي كل صعب وتخطي كل أي إعاقة. صديقتنا الجميلة تبدأ يومها بارتداء الأطراف الصناعية. الأطراف الصناعية ساعدتها كتير وغيرت حياتها بشكل مباشر. قوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى إعاقتها. صديقتنا النموذج الجميل مليان طاقة